هنكمل مع بعض حل السؤال رقم 3 والأخير من امتحان ميدترم 2019 للفيجوال بيزك. المطلوب الأولاني بيقول لي يراد إدخال 10 أسماء من خلال صندوق إدخال Input Box، بحيث يتم عرضها على شكل قائمة في صندوق قوائم باسم List 1، وذلك عند نقر زر أوامر باسم Command 1. أكتب الشفرة المناسبة لاستقبال القيم وضمها لصندوق القوائم. يعني عندي صندوق قوائم وعندي زرار، أول ما أدوس على الزرار يفتح لي Input Box، يبتدي يستقبل مني الأسماء 10 أسماء واحد ورا واحد، يبتدي يضيفهم في الليست 1. تعال نشوف الكلام ده على البرنامج بشكل افضل عامل ازاي. ادي عندي الكوماند 1 وعندي الليست 1 فاضيه اهي. تعال كده دبل كليك على الكوماند 1، هيفتح لي كوماند 1 اندرسكور كليك، هو ده الحدث بتاعنا اللي احنا هنشتغل فيه. لو انا عايز اضيف حاجه للليست 1 فبمنتهى البساطه بقول له ليست 1 دوت اد ايتم. اد ايتم مثلا عايز اضيف كلمه اسامه مثلا. تعال نعمل ران كده ونشوف، هنلاقي اول ما ادوس على كوماند 1 ضاف لي كلمه اسامه. بس انا دلوقتي مش عايز كده، انا عايز كلمه اسامه دي تكون متغيره، يعني تيجي لي من المستخدم فاثناء التشغيل يطلب مني ادخال الاسم اللي انا عايز ادخله. في اللحظه دي هنستخدم بدل ما اكتب له كلمه اسامه على بعضها كده، لا اكتب له مين انبوت بوكس واقول له رساله جواها انتر ذا نيم. تعالى كده نجرب. لما ادوس على كوماند 1 ظهر لي الايه، قال لي الرساله بتاعت الانبوت بوكس وقال لي انتر ذا نيم. هنا بقى من حقك تدخل اسامه، احمد، ايا مكان الاسم اللي انت عاوزه. اول ما تضغط اوكي هيضيفه عندك للايه، للليست 1. طب انا عايز اعمل الكلام دوت 10 مرات مش مجرد اسم واحد بس، فبدل ما اكتب السطر دوت 10 مرات، لا انا ممكن استخدم طريقه اذكى شويه اللي هي الفور لوب. فهنا هقدر اقول له فور اي بتساوي من اول واحد لحد 10. هعمل ايه؟ هعمل السطر اللي جوه دوت، والكلام دوت كل مرة أول مرة تكون الأي بواحد، بعدين اتنين، بعدين تلاتة، بعدين أربعة. إزاي؟ هقول له زود نفسك، فهقول له نيكست أي، يعني هات الأي اللي بعد كده. لازم طبعا أعرف له الأي دي إن هي متغير من النوع الصحيح، يعني أي بواحد واتنين وتلاتة، مش في أي بواحد ونص ولا حاجة. فهقول له ديم أي أز انتجر. تعالى كده نجرب البرنامج بتاعنا ونشوف الدنيا عاملة إزاي. أدي هدوس على كوماند 1، هدخل بقى أي اسم كده مثلا. أوكي، هلاقي ظهر لي تاني قال لي انتر النيم اللي عليه الدور، اروح مدخل له النيم اللي عليه الدور 3 4 5 6 7 8 9 10. ادي كده 10 اسماء دخلوا عندك بالمنظر اللي قدامك ده. ده كده البرنامج في ابسط صوره، والحل الايه، الحل اللي مطلوب. ولكن لو انت فاكر كان كل مره بيقول لي انتر ذا نيم، انتر ذا نيم، انتر ذا نيم، مش عارف انا في النيم رقم كام، المفروض النيم يقول لي مثلا انتر نيم واحد، انتر نيم. الحته دي حته اضافيه مش مطلوب منك تحلها، ولكن لو عايز تخليه يقول لي مثلا انتر نيم 1، انتر نيم 2، فانا عايز ازود على الرساله اللي جوه. فهاجي جوه كده اقول له اند، اللي هو المؤثر اللي بيلزق الحاجه اللي في بعضها، والزقها مع الاي، لان الاي كل مره بتتغير، اول مره بواحد، بعدين باتنين، بعدين بتلاته، بعدين باربعه، لحد ايه، لحد 10. لو جينا نجرب كده ودوست على كوماند 1 هتلاقي ان ايه، بيقول لي المره دي انتر ذا نيم 1، هدخل ادخل الايه، النيم اللي عليه الدور. المره الجايه يقول لي انتر نيم 2، وهو كذلك كل مره ايه، ادخل الاسماء اللي عليها الدور. هنا برضو كنت ممكن افصل الاوامر دي بحيث ان الموضوع يسهل قراءته على اللي بيقرا الكود بتاعي. يبقى ممكن اخد الجزء ده كده كوبي واحطه فيه متغير جديد، المتغير مثلا اسمه اس نيم، واقول ان الكلام دوت بيساوي الجزء دوت، واجي تحت اقول له اد ايتم اللي اسمه اس نيم. ولكن انا ما عرفتش الاس نيم ده، فلازم اروح اعرفه فوق، هقول له ديم اس نيم as string، وهتجرب هتلاقي برضو ان هو شغال معاك مية مية زي كل ايه، زي كل مرة. اخر حاجة هقولها على البرنامج دوت، ان احنا كنا ممكن نستخدم دالة تانية غير add item، اللي هي الدالة بتاعت الايه، ال list of i. احنا كنا بنقول list 1 dot list of i بتساوي كذا. مثلا انا عايز اعدل العنصر رقم 0 1 2 3، احنا عارفين ان الليست العناصر فيها بتبدا من اول 0 1 2 3 وهو كذلك، ولكن الفور اللي احنا عاملينها بادئه من 1 لحد 10، فلازم لما اعدل الجزء دوت اقول له دوت ليست، لا مش اي، اي هتبدا من 1، انا عايز ابدا من اول الصفر، فهقول له اي ناقص الواحد. ولكن في الحاله دي ما تنساش انك تقول له بيساوي الاس نيم، يعني لان دي دلوقتي انت بتقول له العنصر رقم صفر بيساوي كذا، العنصر رقم اتنين بيساوي كذا، وهو كذلك، ما بتقولوش ضيف لي العنصر دوت في الاخر. فلو برضو جربت هتلاقي البرنامج شغال معاك زي الفل. السؤال الاخير بيقول لك الشكل المقابل يوضح نموذج لاستطلاع راي لطلاب الفرقه الاولى عن فهم الاجزاء المختلفه في ماده البيزك المرئي. يستقبل البرنامج اسم الطالب، اهو اسم الطالب بيدخل هنا، وبعدين من خلال صندوق النصوص، اسم صندوق النصوص اسمه تكست 1، يعني هو الديفولت نيم بتاعه. يتم اختيار احد الاقسام العلميه باستخدام ازرار البدائل اوبشن باتون، ادي اوبشن اهو، ما ينفعش اختار الا واحد من المجموعه دي. اسمهم ايه؟ اسمهم اوبت 1 واوبت 2 واوبت 3 بالترتيب. وكذلك يستطيع الطالب اختيار الاجزاء التي
تم فهمها من خلال صناديق مراجعه تشيك بوكس. التشيك بوكس ممكن اختار منه اكتر من حاجه اسميهم سي اتش كي 1 لحد سي اتش كي 5 بالترتيب، ادي اهم دول. هنا ممكن اختار اكتر من واحد عادي، وهنا مختار ايه 3 قدامك بالمنظر دوت. المطلوب بقى ان انا اكتب الكود اللي يظهر لي الرساله اللي قدامي دي، يبقى اللي مطلوب مني بس هو الايه، هو الكود. طيب تعال نحلل الرساله اللي ظاهره كده. كلمه احمد خليل ابراهيم اللي هو اسم الطالب ده موجود هنا اهوت، فدوت هجيبه من خلال المتغير او من خلال الايه، من خلال التكست 1. يبقى كلمه ذا ستودنت دي انا هضيفها. طيب بعد كده حته الديبارتمنت، انا لقيت هنا كلمه الكتريكال انجينيرنج ديبارتمنت مختاره، وهي اللي ظاهره لي هنا الكتريكال ديبارتمنت انجينيرنج، يبقى انا هضيف من عندي كلمه هو بيلونجز تو او هو بيلونج تو. تمام. بعد كده عندي في النهايه هو مختار ثلاث حاجات من هنا، انا كده لاحظت قال لي ايه، prefers the content of programming course by percentage of 60%، هم خمسه وهو اختار ثلاثه، يعني اكيد اختار 60%، يعني الواحده منهم ب 20%، يعني كل الكلام دوت انا هضيفه من عندي، هو بس الايه، هو بس الرقم 60 ده اللي انا اقدر احسبه من خلال الاختيارات بتاعته من هنا، وكلمه في الميه دي هضيفها من عندي. يبقى انا عرفت ايه اللي هقدر اجيبه من خلال البرنامج بتاعي، وايه اللي انا هضيفه ككلام موجود عندي. طيب هعمل ايه؟ تعالى نيجي على البرنامج ونحل البرنامج بتاعنا دوت، نكتب الكود بتاعنا. ادي الفورم هنا صممتها بالظبط زي السؤال، لو جينا عملنا رن هي نفس الحاجه، اقدر اختار دي اختار دي اختار دي، اعدل زي ما انا عاوز اي حاجه، بس حتى الان ما كتبتش الكود بتاع السبميت. فاول حاجه هدبل كليك على السبميت عشان اكتب الكود بتاعي. هكتب الكود ازاي؟ قال لك والله اول حاجه انا محتاج استقبل المعلومات اللي جايه لي من التكست 1 ده. عشان استقبل المعلومات، المعلومه اللي جايه دي عباره عن سترنج، فلازم اقول له ديم دوت جاي نيم as string. تمام. بعد كده النيم ده اقدر اجيبه، النيم هيكون هو مين، التكست 1 دوت تكست. خلاص كده معايا الايه، الجزء النيم. انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا بجمع المعلومات اللي تحتها بالخط الاحمر، لان دي متغيره، ممكن الطالب يشيل الاسم احمد خليل ابراهيم ويسمي نفسه اي حاجه تانية، فانا عايز اجيب الحاجات اللي تحتها احمر دي اجيبها في متغيرات، عشان في الاخر اعمل انا الرساله براحتي. الحاجات الباقيه دي ثوابت هتتكتب زي ما هي، نكتب ذا ستودنت ونلزق معاها الحاجه اللي جايبينها من صندوق النصوص، وبعدين انزل سطر، وبعدين بقى الاقي اللي بعد كده هو بيلونجز تو، واجيب المعلومه بتاعت الكتريكال انجينيرنج ديبارتمنت دي من الايه، من شويه الاوبشن باتونز اللي موجوده هنا. بعد كده اخر معلومه اللي هي حته الايه، 60% ده. فانا كده اول حاجه جبتها اللي هي الايه، النيم دي، يعتبر خلصتها. طيب تعالى كده عشان نكون ماشيين واحده بواحده، نيجي في الاخر خلاص انا متوقع ان هيكون في مسج بوكس، والمسج بوكس ده هيعرض لي رساله ما، اول رساله اول جزء منها اللي هو كان ايه، the student نقطتين مسافة. بعد كده ألزق فيها الجزء بتاع الايه، بتاع النيم ده. بعد كده أنزل سطر جديد اللي هي VBCRLF، يبقى ده أول جزء. تعال نجرب لحدد كده ونشوف الوضع عندنا عامل ازاي. لما أدوس على submit ظهر لي the student نقطتين أحمد خليل إبراهيم، ونزل سطر بس ما فيش أي معلومات أنا كتبتها له. طيب دي أول معلومة جبناها، نطفي ده كده ونرجع تاني. تاني معلومة عايز أجيبها اللي هي معلومة الديبارتمنت، أنت أنهي قسم، الكتريكال انجينيرنج ولا سيفل ولا ميكانيكال. في معلومه الديبارتمنت دي معلومه برضو سترنج، فهعرف الديبارتمنت كانه سترنج. هجيب الديبارتمنت ده منين؟ قال لك دوت اوبشن باتون، واحنا عارفين دايما الاوبشن باتون مرتبط بقاعده اف، فلازم اقول له لو كنت ضاغط على اول واحد، اول واحد كان الاو بي تي 1، او بي تي 1 دوت فاليو، لو الفاليو بتاعتك كانت بتساوي ترو، يبقى انت كده دايس على اول واحد. هتعمل ايه؟ هقول لك زين اذن خلي لي ان الديبارتمنت بتساوي الاوبت واحد دوت كابشن، يبقى ده اول قاعده اف. تاني واحده بقى هقول له else if لو كنت ضغط على التاني، فاذا هي لو بترو يعني يبقى اوبت اتنين دوت كابشن. تالت واحده else if لو ضغط على التالت يبقى هي حته الايه، الميكانيكال. وبعدين ما تنساش تقول له end الاف. خلاص معايا المعلومه بتاعت الايه، بتاعت الديبارتمنت. تعال نروح نكونها بالمره عشان ما ننساش، عايزين نزود كلمه هو بيلونج تو نقطتين مسافه، يبقى الزقها باستخدام مؤثر الاند، وبعدين الزق معاها اللي هي الايه، الديبارتمنت بتاعتك. بعد كده متوقع برضو ان انا هبقى انزل سطر كمان، يبقى في بي سي ار ال اف، وبعد كده محتاج اكتب الجمله الطويله اللي هي كانت موجوده عندي تحت. انا هكتب باي بيرسنت وخلاص، بدل ما اقعد اكتب الكلام ده كله. اخر حاجه اللي هي البيرسنت ذات نفسها، وليكن اللي هو المتغير بير. متغير بير ده طبعا عباره عن رقم، عباره عن رقم، فرقم عايز اعرفه اروح اقول له هنا ديم بير
as integer، لان دوت رقم قلنا ان هو يكون 20، ممكن يبقى 40، 80، ممكن ما يكونش حاجه، ممكن ما يكونش مختار ولا واحده منهم فيكون صفر. فعشان يكون صفر لازم ابتدي بيه ان هو عباره عن البير يكون بيساوي صفر. بعد كده اجي واستخدم قاعده اف، اقول له بقى لو كنت عامل التشيك بوكس دوت زود معاك 20، لو كنت عامل ده زود معاك 20، عامل ده زود معاك 20، زود عامل ده زود 20، عامل ده زود 20. فلو دايس على الخمسه تشيك بوكس هيكون المجموع 100%، يبقى الطالب هنا جايب البرسنتج بتاعته عباره عن 100%. فهقول له اف لو كان التشيك سي اتش كي 1 دوت فاليو بيساوي، المره دي بقى السي اتش كي 1 دوت فاليو مش بتساوي ترو فولس، ده بتساوي 1 و0. فهنا اقول له لو بتساوي 1 then هتعمل ايه؟ خليها على سطر واحد، هقول له البير زودها، يعني البير بتساوي بير زائد 20 على طول. فده كده اول قاعدة اف. وطالما عملنا اف على سطر واحد مش محتاج ان انا اعمل ايه؟ اعمل اند للاف. نفس الكلام ده هكرره 5 مرات، بما ان هم خمسة بس كل مرة تشيك اللي عليها الدور اللي هي تشيك 2، ودي تشيك 3، ودي تشيك 4، ودي تشيك 5. يبقى انا كده كونت الايه المساله بتاعتي. بس اخر حاجه بس نضيف علامه الايه في الميه بعد الايه بعد البرسنتج، فهلزق فيها علامه في الميه. تعالى كده نشوف البرنامج بتاعنا لو هو على الوضع بتاعه ده. قلت له سبميت، قال لي الستودنت اسمه احمد خليل، هو بيلونج تو الكتريكال انجينيرنج، باي بيرسنت 60% لازقه. ممكن كنا المفروض ناخد هنا مسافه. طبعا تكتب الايه تكتب الجمله كلها. تعالى نطفي البرنامج الاول عشان نقدر نعدل فيه. ادي المسافه هنا اهو، ونعمل ران تاني. لو غيرت الحاجه بقت هنا سيفل، خليت مثلا هنا دول 2، فالمتوقع انه يطلع 40%، طلعت فعلا 40 وعمل لي هنا سيفل. وكده خلصت الايه خلصت البرنامج بتاعي.